تاريخ 12 يوليو انه نعم. من هذا اليوم راح يتم احتساب تحصيل اي رسوم اي غرامات ادارية لمن انتهت المهلة المحددة في هذا القرار. نعم، تبدأ احتساب الرسوم الآن. أما فيما يتعلق بالغرامات الإدارية التي تترتب على التأخير سوف تكون مع نهاية المهلة، وأعيد وأذكر بهذه المهل الإخوة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، سواء كان بالنسبة لبطاقة الهوية أو قسيمة الإقامة، لديهم 3 أشهر من تاريخ اليوم 12/7. بالنسبة للأشخاص المتواجدين خارج الدولة والذين مدة إقامتهم استنادا للقرار السابق، لديهم مدة شهر من تاريخ قدومهم إلى الدولة. حملة التأشيرات والزائرين لديهم مدة شهر لمغادرة الدولة. اليوم